والحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة منى العلوي، مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. بعد التحية أستاذة منى، بالطبع هو اليوم الثاني من يوم إغلاق المحال التجارية فيما عدا طبعا المحلات المذكورة، هل قامت الوزارة بجولات رقابية للتأكد من مدى تطبيق قرار غلق المحال التجارية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن؟ كيف تقيمون هذا الالتزام بهذا القرار؟ أول شيء مساء الخير وشكرا على جهودكم. بالنسبة إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش تحديدا، يعني قبل الجولات الميدانية قمنا إحنا بعمل التوعية بحيث رصدنا أسئلة الجمهور اللي أكثر شيوعا، اللي كانت ترد لنا للإدارة على أساس أن كثير من التجار كانوا يبغون يعرفون ما كان القرار هذا يشملهم بالغلق أم لا. فوضعنا تقريبا 37 سؤال على الموقع الوزارة الإلكتروني يشرح كل الأنشطة اللي تشملها القرار واللي ما يشملها بالغلق. وعلى المستوى الميداني قمنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية في قسم العمليات، وكان هذا من الأمور الناجحة جدا في عمليات التفتيش، لأن كانوا إلينا سند في وقت اللي كنا نحتاج أن مثلا إلى وزارة الداخلية يكونون لعمليات مثلا ضبط المخالفات. بشكل عام يعني من نتائج أمس اللي هو من الساعة 7 كان سرى القرار، ما كان عندنا مخالفات يعني تذكر، اللي كانوا في مخالفات بسيطة كلش يعني، وكان بسبب عدم معرفة أصحاب المحل، وهناك تجاوب بشكل كبير ما أن يتم إبلاغهم من قبل المفتش أن عليهم الغلق، كانوا يغلقون يعني ما صارت عندنا عمليات مثلا مواجهة أو صد، بالعكس كان في امتثال. وحتى لاحظوا المفتشين أن في محلات أغلق يعني كانت مغلقة حتى قبل سريان الوقت، يعني من السادسة كان في واضح أن كثير من المحلات كانت مغلقة. فالامتثال أقدر أقول أنه هو عالي، يمكن يدل على شعب يعني الحمد لله واعي، وغطينا كل محافظات مملكة البحرين. نعم بالتأكيد المتابع للمشهد يجد حجم الاستجابة من قبل التجار من قبل هذه المحال، ولكن فيما لو حصلت هناك مخالفات ما هي الإجراءات التي تتخذونها بحق المخالفين؟ طبعا احنا ننسق مع يعني وزارة الصحة في امور ومع الداخلية، احنا كإدارة اذا كان في تجاوز نرصد مخالفة، اذا كرر التجاوز نقوم بغلق المحل ونبلغ بعد الجهات المعنية لاتخاذ يعني استكمال الإجراءات بحسب القرارات اللي صادرة من اللجنة التنسيقية. نعم، وهل هناك ايضا يعني وسيلة أو منصة معينة لتقديم الشكاوى من قبل المواطنين؟ المواطن شريك في هذه الحملة، فيما لو رصد المواطن مخالفات من قبل هذه المحال هل بإمكانه التقدم بشكوى عن طريق رقم معين أو موقع إلكتروني من وزارة التجارة؟ إيه نعم، أول شيء هو في رقم الاتصال الوطني اللي هو 8000 و8001. نعم. هذه كشيء يعني دائما احنا نعتمد عليه. البريد الإلكتروني إلى الإدارة أيضا كوسيلة، بالهاتف احنا نستقبل بكل الوسائل. وأحب أكد على هذا الموضوع الشكاوي، لأن احنا دائما نكرر رسالتنا أن احنا نحتاج إلى رأي الناس والإبلاغ عن الشكاوى في الوضع الاعتيادي والطبيعي، فما بالك الحين في وضع اللي احنا بحاجة إلى الكل يتعامل مع هذا الموضوع بجدية ومسؤولية تامة. نعم. فالكل مسؤول والكل لازم ياخذ عنده هذا الحس، ما أن يعني يشاهد أي مخالفة إلى مثلا محل يفترض أنه مغلق وقاعد يستقبل زبائن فلازم يبلغ عنه، أو حتى المحال اللي مفتوحة ومسموح لها بالفتح احيانا يصير في تجاوزات في موضوع التباعد الاجتماعي او في تجاوزات اخرى، لابد ان يبلغ لان هذه سلامه تخص الكل. نعم. يعني فلابد ان الكل يتعاون فيها. نعم بالتاكيد نحن نعول بالتاكيد على وعي المواطنين والمقيمين وفي تطبيق هذه الاجراءات التي هي لصالحهم بالتاكيد. السيده منى العلوي مدير اداره التفتيش في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه،
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. شكرا جزيلا لك.